مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أكد وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا على أهمية تنمية مهارات خدمة العملاء بغية تحسين قدرة العاملين في المكاتب الأمامية لدى المؤسسات الحكومية لتحقيق رضا العملاء من المواطنين والمقيمين في كافة القطاعات الخدمية. وشدد وزير الطاقة لدى رعايته ورشة عمل التميز في خدمة العملاء ومهارات الاتصال لموظفي القطاع الحكومي، شدد على أهمية مثل هذه الورش في تمكين المشاركين من التعرف على الأنماط السلوكية للعملاء والجمهور. ومن المتوقع أن يتقاسم المتدربون تجاربهم وأفكارهم مع الآخرين، حيث تتضمن أنشطة الورشة فرصة لتبادل تمثيل الأدوار بين مختلف الكوادر من أجل خلق جو من الألفة مع العملاء بمنهجية تعامل حديثة. هذه الورشة عن تميز في تقديم الخدمات إلى الزبائن، ونحن نشجع مثل هذه الورش لأن هيئة الكهرباء والماء هي وزارة خدمية تخدم المواطنين، ونريد أن نتميز في تقديم الخدمات للمواطنين. ولقد قمنا بعدة إجراءات في مركز البلاغات لهيئة الكهرباء والماء لتحسين التعامل مع مقدمي البلاغات، بحيث أن يردون على أكثر من 90% من المكالمات الواردة في أقل من 20 ثانية. افتتح الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياحة معرض أمواج مارينا للقوارب 2015، ويأتي تنظيم المعرض بناء على النجاح الذي حققه معرض أمواج مارينا للقوارب في العام الماضي 2014. ويشارك في معرض هذا العام الذي يعد الثاني في مملكة البحرين مجموعة كبيرة من ملاك اليخوت والدراجات المائية، بالإضافة إلى مجموعة من السفن ذات العلامات التجارية الحديثة من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون. ومن الشركات المشاركة دلما مارين غلف كرافت وبورت مارين وسمارت بوتينج سنتر ومجموعة الكوهجي وشركة بوش أند نوبل. وسيضم المعرض الذي سيستمر على مدى 3 أيام حوالي 16 يخت من اليخوت التي تتراوح أحجامها ما بين 42 قدما إلى 122 قدما، والتي سيتم عرضها في البحر مباشرة، إضافة إلى حوالي 20 زورقا من مختلف الأحجام والتي ستعرض على المرفأ. على هامش القمة العربية، أكد إعلان شرم الشيخ فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية. أنا شوق من ناحية إجرائية، مثلا قانون الاتحاد الجمركي، النماذج الجمركية، وأمور أخرى في موضوع تحدثنا عنها وفعلا عملناها على أرض الواقع. وبقى عندنا المهم وهي التعرفة الجمركية كيف متقاسمة في العالم العربي، في دراسات معمولة وفي اجتماعات وفي ورش عمل كثيرة عن هذا المجال. وإن شاء الله لما تنعقد القمة الاقتصادية في تونس في مطلع 2016 يكون نحن برضو حققنا بعض الإنجازات. لكن في هذه القمة طلع مثلا قرار مهم جدا، وهو بناء الهياكل الجمركية للدول العربية. يمكن هذه من أهم النقاط المتعثرة، وأصبحنا الآن عندنا مدخل على الدول بحيث أنه يتقدمون لنا بمدخل أساسي في هذا الموضوع، وهذه ضربة جيدة جدا ممتازة. وكذلك أيضا التنقل بالبحري بالقرار البحري، وهو انتقال السفن بين الدول العربية والبضاعة، أيضا من الأمور الهامة أيضا اللي تم الموافقة عليها ودعمها. في أيضا قواعد المنشأ، اتفقنا أن نحن نصل خلال السنوات الماضية إلى 99% من العوائق التي كانت موجودة في قواعد المنشأ تغلبنا عليها تقريبا، ولم يبقى إلا 43 بندا، وإن شاء الله سوف يتم حسم هذه البنود ما قبل سبتمبر القادم لاجتماع مجلس اقتصادي واجتماعي.